طبعا زي ما نوه زميلي رامي وصلنا مع حضراتكم لفقرة الصحافة واللي منورنا فيها النهاردة الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي. برحب بحضرتك معنا يا أستاذة فريدة. شكرا، برحب بيكم بكل السادة المشاهدين. خلينا نروح نشوف أبرز العناوين ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. خلونا نبدأ من جريدة الوطن وعنوان يقول مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة. ومن الأخبار مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات على قطاع غزة. أستاذة فريدة، ازاي بتشوفي التحركات المصرية لإدخال المساعدات لداخل قطاع غزة في هذا الوضع المزري الحقيقة وإحنا على أعتاب شهر كريم؟ هو ما يعني إحنا ما عادوا ملوش علاقة بالإنسانية. يعني ما يعرفش يعني إيه إنسانية، لأنه مبني على كذبة. يعني الوجود بتاعه في وسطنا مبني على كذبة حقيرة جدا. يعني شعب بلا وطن لوطن بلا شعب، يعني لأرض بلا شعب. وبعدين الحاصل النهاردة إن أنا بلاقي إن الموقف المصري هو اللي بدأ، وهو اللي بدأ بإرسال المساعدات والإغاثات، لأنه هو ده اللي ساعد أهل غزة على الصمود. لأنه كمان العدو الاحتلال يعني مفكر أنه هو يجوع الناس ويبهدلهم، ويعني مش عارف أقول إيه الإبادة، يعني الإبادة الحقيقية اللي بتحصل من خلال القصف المتواصل. فمصر هي اللي بدأت، هي اللي بدأت، وهي اللي يعني رفعت الراية زي ما بيقولوا، راية الإغاثة، فانضم لها دول تانية. يعني حتى أنا مذهولة يعني إن أمريكا بتدعي إنها كمان بتبع، أنا خايفة تكون بتبعت حاجة مسمومة. يعني أمريكا يعني لغاية النهاردة بتمد إسرائيل بالسلاح طبعا، يعني وبتدعمها بالفيتو. إحنا عايزين بس نقول لبايدن وجماعته إحنا مش هبل، يعني إحنا أمة يعني يعني اتولدت فيها الحضارة، نشأت فيها الحضارة. فاللي حصل إنه بس برضو الإغاثات دي كويسة، لكن أنا رأيي أن مصر هتاخد موقف كمان جامد بخصوص حكاية وقف إطلاق النار 6 أسابيع. طب وبعدين استئناف الضرب يعني ولا إيه؟ فحكاية غزة حكاية يعني كبيرة قوي قوي قوي. واللي ممكن نقوله أن الإغاثات الغذائية هي اللي بتساعد على الصمود بس، لأن غير كده طب يعملوا إيه؟ ناس يعني في عدو بيحاربهم، وما بيحاربش جيش على فكرة، ما حدش يقول لي وبيحارب الارهاب فين؟ انه ارهاب؟ لا، هي سياسه التجويع بتستهدف المدنيين بكل طمان. طب المدنيين والاطفال والنساء يعني بيحتفلوا بيوم المراه العالمي بانهم بيقتلوا الاف النساء يعني استكمالا لهذه الجزئيه، في خبر من جريده الاخبار نقراه معكم مشاهدينا ايضا. 9 مجازر جديده مع دخول العدوان على غزه، شهره السادس. ايضا من الاخبار عنوان في يومها العالمي حرب غزه تستهدف النساء.
بتشوفي ازاي حضرتك مدى المعاناة وعرضها والرد الفعل العالمي من هذه المشاهد اللي بيتم بثها من غزة كرد فعل كرد فعل العالم كله على ما يدور؟ بالضبط. انا بلاقي ان تجربة غزة دي ومحنة غزة رغم صعوبتها ورغم ألمها الفظيعة، وإحنا يعني إحنا تعرف إحنا بنبص كده نشوف المجازر دي بنعيط، لأن دول إخواتنا، دول أشقائنا الفلسطينيين. بس أنا عايز أقول إن بقى نشوف على الجانب الإيجابي زي ما قال رامي، إن العالم كله بدأ لأول مرة بدأ يبقى فيه مظاهرات في العالم ضد إسرائيل. ده كان اللي يقول إسرائيل شعرها منكوش يبقى معادي للسامية، يعني حاجة غير معقولة. فالنهاردة يعني الوضع مختلف، ورغم وحشية إسرائيل إلا أنه القضية الفلسطينية وبفضل الصمود الفلسطيني وفضل كمان الموقف المصري اللي رفض التهجير، ده موقف تاريخي على فكرة وعظيم، وهيبقى في صدارة الفترة دي اللي أدت إلى يعني احتلال أو اتخاذ القضية الفلسطينية مكانتها اللائقة، عدم تصفية القضية. بالضبط كده. لأنه الوقت يعني مثلا يعني لما حد يقول إن دولة بتعتبر إنها عظيمة وكبيرة وجيش ومش عارف إيه ومعها الكوماندا بتاع العالم كله، إن شاء الله برضو هتتزاح، لأن برضو اتكشف دورها السيء. يعني فلما كل دول يقفوا قدام شعب يعني ما فيش فيه سلاح يعني مدني ويموتوا فيه 6 أشهر دلوقتي ومش قادرين يخلوا الناس تركع، صحيح. الحمد لله. خلينا نقدر نقول يعني سامحيني يا سمر، نقدر نقول ان الازمه في غزه واللي بدات في 7 من اكتوبر 2023 رغم المعاناة ورغم قسوتها إلا أنها أعادت إحياء القضية الفلسطينية. بالزبط. والكل رجع تاني عشان يعرف إيه هي إسرائيل أصلها، وكل الأجيال بالفعل. بالفعل لأن اندثرت وتم التصفية بشكل فكري من كتر ما بقاش في حديث أو أحداث. بالضبط. وأنا بقف كمان أمام المظاهرات اليهودية ضد إسرائيل. لأن إسرائيل مش جاي، إحنا ما حدش قال لهم أنتوا مش يهود، ما حدش قال لهم ما تخشوش المعابد، ده احنا لسه عندنا في مصر المعبد اللي في شارع عدلي وغيره وغيره، ما اعرفش يعني هم اللي جم يعتدوا علينا، لانه احنا مشكلتنا مع الصهيونيه وليست مع اليهوديه. مع الصهيونيه، الصهيونيه ده مخطط معمول فرق تسد ومنع يعني او اعاقه الوطن العربي من التقدم. ننتقل لخبر مهم ويوم مهم من الأخبار، بنقرأ عنوان شهداء مصر جيل بيسلم جيل، ومن يوم 7 كمين البرص ويبقى الأثر. حضرتك بتشوفي إزاي إحياء مصر ليوم الشهيد؟ مصر طول عمرها بتكرم شهداء، مصر طول عمرها رفع رأسها بتضحيات شهدائها، يعني في كل حتة بنلاقي أو في كل مرحلة تاريخية بنلاقي إن الشهداء ما بخلوش بروحهم فداء للوطن، ودي حاجة مش سهلة. يعني البرث ده كان يعني أنقذونا من عدوان غاشم، وكان للأسف من ناس مفروض أنهم يعني مصريين، يعني اللي هم جماعات الشر، فكل دول اتهزموا. الإرهاب الأسود لا يعرف يعني ما يعرفش جنسية. بالضبط. هو انتمائه لشيء آخر بعيد عن الحدود والجنسية. لا، انتمائه للفلوس. يعني كلها العميل ده، يعني انت عارفة أنا ساعات كانوا من كتر الغل ضدي يعني كانوا يقولوا دي فريدة الشوباشي دي عميلة عبد الناصر. قلت لهم ما بقاش عملته ازاي، كل شهر بيبعت لي من الآخرة ظرف مليان دولارات. طب أقول له إيه؟ رحمة الله على الزعيم. يعني هو في رحاب الله ويقول لك عميلة. بالتأكيد. يعني حاجة. احنا عايزين نروح مع حضرتك برضو للأخبار المحلية، وتحديدا من اليوم 7، ونقرأ معك يا أستاذة فريدة عنوان مجتمع الأعمال في مصر متفائل بمستقبل الاقتصاد. إزاي بتشوفي يعني تفاؤل وضع مجتمع الأعمال بمستقبل الاقتصاد المصري في ظل الاستثمارات اللي تم ضخها في مصر في الأيام القليلة الماضية؟ طبعا، لأنه أنا شايفة أن في ثقة
من حتى صندوق النقد الدولي في ثقة في الاقتصاد المصري وفي المستقبل المصري. يعني هي الحمد لله يا رب دايما في تقدم، هياش بلد بتروح، دي بلد بتطلع، يعني بتقوم بتعمل مصانع، عملت الطرق، عملت كل حاجة، صحيح اتحاربت وصحيح بقت الأرقام. أنا لما بسمع يعني الأسعار بيجيني بتصعق، لأن ما شفتش أنا أسعار كده. صحيح غالي برضو في إنجلترا وفرنسا وفي كل حتة، بس مش بالوحشية دي. ولذلك أنا من أهم الحاجات اللي عجباني دلوقتي هي القرار الدولة المصرية ب يعني ملاحقة التجار السوق السوداء ويعني دحرهم، يعني انهم ما يبقوش، لان دول ضد الوطن ضد الوطن. يعني انا اما اجي مثلا ابقى بشتري من بره كيلو اللحمه المستورده مثلا، نعتبر يعني ب 20 جنيه وبيعه ب 200 او 300، انا ما شفتش حاجه كده. يعني الاسعار اللي بشوفها، بس ده مش مكسب، ده جشع. بالظبط، جشع واجرام. لان انت جايه في ظرف، يعني ظرف دقيق يعني بالنسبه حتى للعالم كله. بس الحمد لله اننا تجاوزنا ده، والحمد لله ان المواطن المصري كان واعي وعارف ان بلده بتتحارب، ووقف ورا قيادته اللي هي ما فرطتش في اي حاجه. ولذلك يعني المؤسسات النقديه الكبيره قالت، اعترفت ان الاقتصاد المصري اقتصاد واعد وجاي، عشان كده حصل القرض، والا ما كانش حصل. يعني ننتقل مع حضرتكم مع الساده المشاهدين من الوطن، نقرا عنوان يقول: اعلامي الوزراء طفره غير مسبوقه في تعزيز مكانه المراه. ومن اليوم السابع بنقرا عنوان المراه المصريه 10 سنوات من الدعم والتمكين. اما من الاخبار عنوان 10 سنوات دعم وتمكين. استاذه فريده، طفره غير مسبوقه طبعاً الجميع بيشهد بيها في تعزيز مكانه المراه المصريه في جميع القطاعات. وخصوصا لما قبل على طول من القرارات بتاع الرئيس وقبل ثورة يونيو كنا بنسمع كلام لا يليق بمصر، إن المرأة عورة. إيه عورة دي؟ وليه عورة؟ ده احنا عندنا كان ملكات نفرتيتي ويعني كل الملكات اللي كانوا قبل كده مصريات، مصرية، امرأة مصرية بكل العصور حتى العصر طبعاً التاريخ الحديث طبعا. فالقيادة المصرية رأت إنها ده يعني لصلابة مصر ولتقدم مصر، انها ترجع المرأة للمرأة المصرية مكانها ومكانتها، وترجع لها اعتبارها، تعيد الاعتبار للمرأة المصرية. الوقت بدأ يبقى فيه احترام لهذا التوجه. يعني انت بتشوفي المرأة وزيرة، المرأة قاضية، المرأة محافظة، المرأة في النيابة، المرأة في مجلس النواب، المرأة في مجلس الشيوخ. كل دي حاجات لا يعني في الأساس برضو أستاذة فريدة، أن المرأة هي يعني بذرة المجتمع، هي طبعًا الأم، هي الزوجة، هي الأخت طبعًا. فهي اللي بتبني المجتمع كله من أبناء وتقف وتساند الزوج، فأكيد يعني كلنا يعني نكمل بعضنا البعض. يعني المرأة المصرية هي اللي ربت الشباب، اللي ربتكم، اللي طلعتوا في 30 يونيو وحمتوا مصر بالفعل، حمتوها من الانهيار. وانا دايما بقول حاجه، دي حاجه ربنا حاططها قدامنا، اللي مش عايز يشوفها يبقى معلش، يبقى مش عايز يشوف حاجه كويسه. يعني ان المراه ربنا اودع فيها الرحم حيث توها بالحياه. دايما انا بقول كل اللي بيطلعوا يتشنجوا دول ضد المراه، والمراه لازم ولازم وبتاع والكلام الفاضي بتاعهم ده. طب انا نفسي اعرف، انت لو ما كانش امراه ولدتك كنت جيت ازاي كده؟ يعني فالمراه ليها اعتبارها، وهي اللي بتحتضن الأجيال المتعاقبة من أول ما بيتولد. يعني هي اللي وهي اللي بتبث فيهم حب الوطن، يعني وحب يعني فيه. طبعا حضرتك، احنا طبعا الكلام مع حضرتك لا يمل نهائي، بس قبل ما تمشيني عايزه اقول محدش يقدر يزور فريده، محدش يقدر. عايزه اقول ان انا بحيي واحد من أعظم شهداء مصر واللي استشهد على الجبهة، وهو فريق عبد المنعم رياض. يا سلام، طبعا رحمة الله عليه. وبكرة يوم الشهيد 9 مارس، وحضرتك كاتبة مقال عن الشهيد الراحل الفريق عبد المنعم رياض في جريدة الوطن. بالتأكيد هنتابع. لأن أنا شاركت في المظاهرات
بعد الاعلان عن وفاته. هنتابع وهنقرا المقال ونترحم عليه طبعا بكل تاكيد. بنشكر حضرتك, شكرا جزيلا, نورتينا وشرفتينا. كنا سعداء بحضرتك النهارده, وكنت سعيده بوجودي معاك النهارده يا رامي, وشكرا للساده المشاهدين.